السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم إن شاء الله نحضر معكم طاجين السمك، غنديرو بالتونة أو الطون. يعني في العادة في المغرب كنديرو بالسردين، كنديرو على شكل كور يعني، ولكن أنا اليوم غنديرو أنا في معظم الأحيان كنديرو بالتون، كيجي أحسن. لأنه السردين إحنا هنا ما عندناش سردين صغير، ملي كيكون سردين حجم كبير كيكون فيه شوك، هذاك الشيء علاش انا كندير انا بداله وكندير الطون. تابعوا معايا الطريقه وان شاء الله يعجبكم الطاجين. عندي في مكونات نص كيلو لحم، هذا تونه او طون، وعندي بقدونس وكزبره وطماطم معلبه وهريسه اختياري حار، وواحده فلفل اخضر، زيتون اخضر، وليمون، هذا الليمون مغربي، وجزره واحده مقطعه شرائح رفيعه، وثوم وبصل وطماطم وزيت زيتون وملح وطبعا توابل. اول حاجه نطحن البصل والثوم وغنطيبه في طاجين مغربي. ناخذ شويه من هذا الثوم نخليه باش نديرو في الصوص اللي غيطيب فيها السمك، والباقي غادي نطحنه مع هذا الثوم. انا طحنت هذا الطون لون فاتح ولون غامق، الفاتح فيه الثوم والثاني ما فيش. غندير لي توابل، اول شيء غندير الملح، ملح كمير، ندير شويه بابريكا، كمون، كزبره، فلفل اسود، ندير قليل من الكزبره والبقدونس، وعندي عصير ليمون، هذا عصير طبيعي، ندير شويه مش كتير، نخلط هاد المكونات مع الثوم. انا خلطت كله مع التوابل، غندير الطاجين باش يبدا يسخن، ومن بعد نبدا نكور هذا اللحم التونه، نبدا نديرو كور ونرميه في الطاجين. هذا الطاجين يسخن، الطاجين من المعدن، مصنوع من المعدن، انتو معايا من المغرب. غندير كمية من زيت الزيتون، اضفت في الطاجين بصلة، نضيف لها حبة جزر صغيرة، فقاع شرايح، خليه يطيب شويه على بال ما حضر الطماطم. ضفت عليه الطماطم وضيف الثوم،
أضيف عليه التوابل. ملح عندي غير شوية لأن عندي ليمون. ليمون مخلل و هريسة حارين ملحين بركة. كركم فلفل أسود كمون وبابريكا. نضيف عليهم معلقة من معجون طماطم. وهريسة. هريسة اختياري. فلفل أخضر. بقدونس مع الكزبرة. نضيف عليها حبات من الزيتون. هذا زيتون توا مغربي، يعني الزيتون المغربي والطاجين المغربي والهريسة المغربية والليمون المغربي. غادي ندير غير نص وحده، نص ليمونه حامضه كافي. الليمون عندنا احنا رائع في التخليط. ان شاء الله نديرهم معكم، نصوت معكم الليمون الطريقه المغربيه. ندير باقي الكزبره والبقدونس، كم حبه طماطم، ممكن نضيف شرائح طماطم عادي، ونغطي عليه ونخليه يطيب. ممكن ياخذش وقت طويل، يعني ربع ساعة بالكثير يكون واجد. اللي ما جربش الكفتة ديال الطون بهالطريقة يجربها، لأنها ممتازة بصراحة، كتجي زوينة. وأتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم. لا تنسوا ديروا لي لايك وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم من كل جديد، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو القادم. مع السلامة.